الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت كيف نجمع بين علوه ومعيته، فإنه إذا كان عاليا لم يكن معنا، وإذا كان معنا لم يكن عاليا، فهل ثمة تنافر أو تناقض بين صفة علوه ومعيته؟ الجواب: ليس هناك شيء من التعارض ولا من التضارب ولا من الإشكال، وذلك من ثلاثة أوجه مختصرة. الوجه الأول أن الأدلة جمعت بين الصفتين فأثبتت أن الله عز وجل في العلو المطلق، وأثبتت في نفس الوقت أنه معنا، والأدلة لا تجمع بين محالين ولا متناقضين، لأنه لا يأتيها الباطل ولا الاختلاف ولا التضارب أو التناقض من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من حكيم حميد. الوجه الثاني أن الجمع بين العلو والمعية متصور حتى في حق المخلوق العاجز الضعيف كالقمر، فإن العرب لا تزال تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء الدنيا عال، ومع ذلك أثبتت العرب معيته. فإذا كان الجمع بين العلو والمعية ليس بمتعارض في حق المخلوق الضعيف العاجز من كل وجه، أفيكون ذلك متعارضا في حق الخالق الكامل من كل وجه؟ الجواب: لا يكون ذلك أبدا. الوجه الثالث والأخير في هذا الدرس، لأني أظن أني أطلت، هب أن العلو مع المعية يتعارض في حق المخلوق، هب، يعني افرض تسليما جدليا أن العلو مع المعية يتعارض في حق المخلوق، أفكل شيء يتعارض في صفات المخلوق لا بد وأن يكون متعارضا في حق صفات الله عز وجل؟ الجواب: لا يمكن هذا إلا في حق من مثل علو الله بعلو خلقه ومعية الله بمعية خلقه. فمتى ما دخلت قذارة تشبيه العلو بالعلو والمعية بالمعية، حينئذ يرد هذا الإشكال. وأما من وصف الله بالعلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته، وبالمعية على ما يليق بجلاله وعظمته، فإنه ليس ثمة شيء من التضارب ولا من التعارض أو الإشكال يثور في ذهنه.